سبيسيال تنس على الحياة FM، أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 أو على 3W.الحياة.FM. برنامج سبيسيال تنس كالعادة حصاد الأسبوع وآخر أخبار التنس على المستوى الجهوي والوطني وأخبار فرقنا التونسية والمنتخب الوطني مع عدة وجوه بارزة في المشهد الرياضي. كالعادة باش يرافقني في الإخراج التقني أيمن ليغا وفي الإخراج الرقمي محمد ذي فجرية. كالعادة سبيسيال تنس اليوم باش نتناولوا في عدة مواضيع هامة، أهمها قرعة كأس ديفيز المنتخب الوطني التونسي، تألق مدرب أنس جابر عصام الجلالي وحصوله على أعلى درجة دبلوم لمدرب محترف، بطولة النخبة العربية بالكويت، وأخيرا نتائج بطولة إفريقيا أقل من 16 سنة. هذا الكل كالعادة مع زميلتنا والصحفية الرياضية المختصة في عالم كرة المضرب إيمان قدري. مرحبا بك مدام إيمان. شكرا زميلي عبد الله الحطاب على هذه الاستضافة الأسبوعية وعلى هذه الثقة. تعظيم سلام لأهالي القيروان وكل المستمعين الكرام والعمل بإذاعة الحياة الفام. شكرا لك مدام إيمان على التدخل معنا. أكيد اليوم برشا مواضيع باش نحكيو فيها، أولها قرعة كأس ديفيز للمنتخب الوطني التونسي. فعلا بعد ملحمة الصعود التي خذناها مؤخرا بكل ثقة في النفس مع الروح الوطنية الانتصارية العالية، حققنا من خلالها الفوز المستحق عن جدارة على حساب منتخب محترم قدم إلى تونس من أجل الفوز هو أيضا، إلا أن عناصرنا قالوا كلمتهم وفرضوا رأيهم عليه لتنتهي كما تحدثنا في حصص سابقة وكما يعلم الجميع دايوغ بنتيجة 4-0. وطبعا أمام زيمبابوي في إطار منافسات بلاي أوف المجموعة الثانية الأورو إفريقية. اليوم نحن في مجموعة الكبار، المجموعة العالمية الأولى في إنجاز غير مسبوق في تاريخ التنس التونسي، ولذلك هي فرصة لتثبيت مكانتنا بين مصاف النخبة ونحن قد المسؤولية بإذن الله. نمتلك كل المقومات لننجح في ذلك، لنا لاعبين ممتازين ونجوم في العالم العربي، وأيضا مدرب كفء طموح عازم على نحت اسمه من ذهب على غرار شقيقه عصام الجلالي مدرب أنس جابر. يا بروبو القرعة نقول منتخبنا الذي يضم كل من مالك الجزيري وعزيز دهاز واسكندر المنصوري ومعز الشلقي وعزيز الواقع بقيادة وليد الجلالي سيكون على موعد مع ممثلي البوسنة والهرسك في مواجهة مرحلة التتويج بالمجموعة الأولى لكأس ديفيز، ونحن من سنستقبل هذه المرة هذا المنافس حيث سبق وأن حل منتخبنا ضيف عليه في المناسبة السابقة بسراييفو لحساب تصفيات المجموعة الثانية للمنطقة الأورو إفريقية. كان ذلك بالتحديد في الأسبوع الأول من شهر مارس 2016 وقالت الكلمة الأخيرة لهم آنذاك بنتيجة 3-1 لأصحاب الدار طبعا، وسوف يسعى أولادنا للثأر هذه المرة أمام جمهورهم لنتمنوا يكون حاضر بكثافة لتشجيع النصور. للإشارة زميلي القرعة أجريت مراسمها في العاصمة الإسبانية مدريد، وتشارك في تصفيات هذا الحدث العالمي 4 منتخبات عربية، هي إلى جانب تونس نلقاو لبنان ومصر والمغرب. إذا كما قلنا تونس وضعتها القرعة أمام البوسنة ولبنان أمام سويسرا، هذا من ناحية المجموعة الأولى التي تضم 22 منتخبا بارزا. وفي المجموعة الثانية يلعب منتخب مصر أمام قبرص ويصطدم المغرب بموناكو، وهي مهمة صعبة على الأشقاء المغاربة ولكن ليست مستحيلة، وجميع المواجهات ستجرى يومي 4 و5 مارس المقبل. نتمنى حظ موفق لتونس وللمنتخبات العربية الشقيقة وإن شاء الله نقدموا صورة ناصعة مستحقة للتنس العربي. إن شاء الله نقدموا صورة ممتازة جدا. هذا بالنسبة لقرعة كأس ديفيز للمنتخب الوطني التونسي. باش نحكيو توا على تألق مدرب أنس جابر عصام الجلالي وحصوله على أعلى درجة دبلوم لمدرب محترف اللي أعطى إضافة كبيرة لأنس جابر، أصبحت يعني خلينا نقولوا الترتيب نتاعها يرجع جراس لعصام الجلالي اللي بصراحة يستاهل كل خير. صحيح
صحيح هيثم الجلالي منحته المنظمة العالمية لمدربي التنس المحترفين هذا الأسبوع أعلى درجة دولية للتدريب عاستاخ، وهذه شارة جديدة دافت مؤخرا لتكريم المتميزين من أصحاب دبلوم ليفل 1. وهذه ديستينكسيون بطبيعة الحال جاءت على إثر بروز عصام الجلالي في مجال التدريب الاحترافي وما حققه من نتائج باهرة مع النجمة العالمية أوف جابر، هو اللي ساهم في بلوغها المرتبة السابعة عالميا كما نعرفوا يوم غزة نوفمبر الماضي، وفوز بأول لقب ببطولة احترافية في مسيرتها الرياضية الوردية، أيضا كان ذلك في جوان 2021 بعد انتصارها في نهائي دورة برمنغهام العشبية على حساب الروسية داريا بواقع 7-5 و6-4. هذا الدبلوم أستاخ تحصل عليه عدد ضئيل جدا من المدربين اللامعين في العالم، وأصبح عصام بمقتضاه الآن هو من يمضي على أي دبلوم يمنح لمدرب تنس في تونس، وهو من يشرف على أحقية مدربين في ذلك. إذن بلغتنا أقول هو طوال فاتخان يعني، وهو من يمثل المنظمة العالمية للمدربين المحترفين في تونس الآن، ربي يوفق إن شاء الله يكون قدوة لبقية مدربين، علما وأننا نمتلك العديد من الأسماء البارزة في هذا المجال الهام، سيكتور حساس جدا، فلا وجود لأبطال بدون مؤثرين، وأبرز مؤثر هو المدرب على الميدان. وفوز إسام الجلالي خليني نقول يؤكد على حسن اختيار أنس جابر، وله كثيرا ما عبرت أنس على ذلك وقالت أنها لم تنسجم مع غيرها بهذه الكيفية، وصرحت أن بلوغها لأفضل مرتبة في التوب 10 مونديال بلوتو هو نتاج لذلك، وهو نتاج تونسي 100%. وإذا قد أحسنت أنس الاختيار، واختيارها له كان مدروسا وفي محله، ونضيف كونه عصام تم اختياره من طرف الرابطة الدولية لمحترفات التنس للحصول على لقب أفضل مدرب تنس في العالم من بين قائمة تضم 50 مدرب لامع، واقتصرت القائمة النهائية الآن على 5 فقط من بينهم الجلالي، وهو مرشح بارز للفوز باللقب، وهذا ما كنا مرناه في الحصة الفارطة أيضا زميلي. على كل احنا نقولوا نتمناه له كل خير، هو يستاهل ويمثل تونس، ولذلك له كل الدعم الإعلامي إن شاء الله ودعم تونس وأسرة التنس التونسي بصفة عامة. واضح. مدام إيمان، البطولة النخبة العربية بالكويت، بما أنك أنت مطلعة وقاعدة تتبع برشا، لمحة على بطولة النخبة العربية بالكويت. فيما يخص بطولة النخبة العربية للتنس دورة الأساتذة بالكويت، تونس تشارك بثلاثة عناصر وطنية وهم مالك الجزيري ومحمد عزيز الواقع ووسام عبد الرحمن. أولادنا يعطيهم الصحة ما قصروش، قاعدين يتقدموا في المنافسات والآن وصلوا كلهم للدور الربع النهائي، إن شاء الله الأسبوع القادم نأتيه على النتائج بكل التفاصيل. في هذه الدورة وهي النسخة الأولى تلقت أنس جابر دعوة من طرف الشيخ أحمد جابر العبدالله صباح رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس لحضور هذه البطولة التي تستمر لمدة 5 أيام إلى غاية 12 ديسمبر الجاري، وحضورها سيكون كضيفة شرف كونها أول لاعبة عربية في تاريخ كرة المضرب تدخل ضمن العشر الكبار بحسب تصنيف رابطة محترفات التنس طبعا. وهذا ما أكده الشيخ أحمد الجابر وقال أنه شرف كبير أن تكون أنس حاضرة في هذه المبادرة والدورة الأولى من نوعها بالكويت. شير أيضا أنه رئيس الجامعة التونسية للتنس الدكتورة سلمى المويهي كذلك حاضرة في الموعد، وشاركت في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للتنس يوم 8 ديسمبر تزامنا مع هذه الدورة. بعد أن كانت الدكتورة المويهي شاركت مؤخرا بالجلسة العامة للاتحاد الدولي للتنس بمدريد يوم 4 ديسمبر الجاري، ورافقها في ذلك كاتبها العام القاري السيد هيكل الأخضر. أختم بمعلومة وهي أنه هذه الدورة يشارك فيها 16 منتخبا عربيا، وهي تونس،
مصر، عمان، سوريا، العراق، قطر، الكويت، البلد المنظم، الجزائر، الصومال، موريتانيا، السعودية، البحرين، السودان، لبنان، ليبيا، وأخيرا الأردن. باهي، نختموا مدام إيمان حصتنا بأبرز نتائج بطولة أفريقيا الأقل من 16 سنة. فعلا تونس حصدت ذهبية زوج الإناث بتوقيع رنيم راسيل وهبة الهاني، وكذلك فضية بإمضاء هبة الهاني أيضا في اختتام مراسم البطولة الإفريقية للتنس لأقل من 16 سنة. هذه الدورة القارية احتضنتها ملاعب لوبول فيدرال دو تنس بنزل مرادي بالاس بسوسة في الفترة الممتدة من 29 نوفمبر إلى غاية 4 ديسمبر الحالي. في نهائي زوج الإناث إذا فازت رنيم راسيل وهبة الهاني عفوا على حساب الثنائي المصري مترأس القائمة الثانية والمكون من ليلى محمد شكري وجنى حسام صلاح بنتيجة مجموعتين لصفر بواقع 6-1 و6-1. وبمسابقة فردي الإناث انتهى اللقاء الذي جمع هبة الهاني باللعبة البوتسوانية إيكوابورا بواقع 6-4 و6-4، وهذا في الدور النهائي طبعا، والنتيجة كانت رجحت كفة الضيفة التي آلت إليها الذهبية. ملاحظة دونك هبة الهاني ورنيم راسيل ثنائي متصدر للقائمة الأولى في جدول زوج الإناث والإناث، وبذلك الذهبيتين عرفت الطريق الصحيح بدون أدنى شك. هوني نقدم تحية للمدربين الوطنيين محمد سامي السنوسي والياسر سيم، وكذلك لمدير الدورة السيد هيكل الأخضر والحكم الرئيسي الدولي السيد أنيس الخاسي. في مسك الختام نعطيك سكوب خاص بشاشة سبيسيال تنس. تونس ستنظم انطلاقا من جان في 2022 دورات مجموعة جوائز كل واحدة فيها 25,000 دولار أمريكي ضمن سلسلة الفيوتشر التي تحتضنها المنستير على مدار السنة. بعد ما كنا ننظم دورات من فئة 15,000 دولار فقط، في البداية سننطلق بأربع دورات متتالية من 3 جانفي إلى حوالي آخر الشهر ذاته، وهذه الدورات ستساعد أبطال تونس في التقدم أكثر في التصنيف العالمي مع توفير مصاريف التنقل خارج تونس وتوفير مصاريف الإقامة والإعاشة. والمتوج بلقب الفردي في هذه الدورات ينجح في الفوز ب 25 نقطة إضافية لرصيده الدولي من النقاط، يعني بعد أربع دورات يتحصل على 100 نقطة. لو بتبيع يكون اللقب لنفس اللعب، ومئة النقطة نعرفه هي مهمة جدا لإحداث نقلة نوعية في التصنيف العالمي للمحترفين. واضح، شكرا. هوني نقول لك إلى اللقاء في حساب قادمة زميلي، دمتم في أمان الله. شكرا لك مدام إيمان قدرية على كل الإضافات والإثراءات اليوم في حصاد الأسبوع اللي شفنا عديد المواضيع، قرعة كاس ديفيس، تعلق مدرب أنس جبر عصام الجلالي، حصوله على درجة دبلوم مدرب محترف، بطولة النخبة العربية للتنس بالكويت، وكذلك نتائج بطولة أفريقيا الأقل من 16 سنة. شكر خاص في الإخراج التقني أيمن ليغا، وفي الإخراج الرقمي محمد ضياف جرية. عبد الله حطاب كان كوتي ميكرو. ملتقانا الأسبوع القادم في سبيسيال تنس، إلى اللقاء للجميع. سبيسيال تنس على الحياة FM. سبيسيال تنس على الحياة FM، أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات.